مرحبا بكم في درس اليوم والذي يدور حول معنى المواطن العالمي. هل سبق لك أن تساءلت ما الذي يجعل من المرء مواطنا عالميا؟ وكمواطنين عالميين هل ينبغي لنا أن نحصر تفكيرنا في حدود بلادنا فقط؟ أم يجب علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك؟ هل من المقبول أن نركز على ما يدور حولنا فحسب ونعزل أنفسنا عن البلدان والشعوب الأخرى؟ هذه بعض الأسئلة التي سنناقشها في درسنا لليوم. دعونا نبدأ الحديث عن بعض السمات الهامة للمواطنة العالمية وكيف تساعدنا هذه السمات في تثقيف وتوعية الناس حول هذا الأمر. إذا ما سألت عن تعريف المواطن العالمي فربما ستحصل على بعض من الإجابات التالية: المواطن العالمي هو شخص على دراية بمختلف الثقافات، يعرف كيفية التفاعل والتعامل مع الأشخاص المنحدرين من ثقافات أخرى تختلف عن ثقافته، شخص ذو أفق واسع مما يجعله يفكر بما هو أبعد من الفناء الخلفي لمنزله، شخص منفتح الذهن وذو ارتباطات ومعارف على المستوى العالمي. يعد كل ما تم وصفه أعلاه صحيحاً، فهذه هي الصفات الرئيسية التي تحدد طبيعة المواطن العالمي. ومع ذلك من الممكن أن نصف هذه التعاريف بشكل أكمل. إن من المهم أن نذكر هنا أن المواطن العالمي هو شخص يرى نفسه جزءاً من المجتمع العالمي، شخص يعمل على تقليل التحديات التي نواجهها على الصعيد العالمي، مثل تحديات الأمراض، الحروب، الفقر وتغير المناخ. يمكننا العمل في مجال الصحة والتنمية لغرض القضاء على أمراض فتاكة مثل شلل الأطفال أو الملاريا، وعن طريق توفير خدمات الصرف الصحي والمياه العذبة في المنازل في الدول الفقيرة. كما يمكننا العمل في مجال التعليم من خلال نشر المعرفة، زيادة الوعي بأهمية القراءة والكتابة، وتوفير التعليم للفتيات والأطفال في جميع أنحاء العالم. إن من أهم أساسيات المواطن العالمي أن يكون ناشطاً. لا يعني هذا أن علينا أن نبدأ بمفردنا ونفعل كل شيء بأنفسنا. تبين الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة أسباب أهمية مكافحة الفقر، تغير المناخ، وانعدام المساواة، هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى. ترنو هذه الأهداف إلى حماية كوكبنا من تغير المناخ وتسعى إلى أن يصبح عالمنا أكثر أمناً للعيش فيه وأكثر عدلاً للجميع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين. هل من الصعب جداً تصور العالم حيث المياه أكثر نظافة؟ أن يتم إعادة تدوير واستخدام كل ما يفيض عن الحاجة؟ أن يهتم الجميع بغيرهم من خلال تقاسم المنتجات بطريقة عادلة ومستدامة، مشجعين بذلك الأشخاص على عدم المبالغة وامتلاك ما يحتاجون إليه فحسب؟ بوصفنا مواطنين عالميين، فإن لدينا الفرصة للتأثير وإرساء تغيرات إيجابية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، تغيرات يمكن رصدها وتنفيذها. نحن المواطنون يمكننا أن نتعلم كيف نعيش بسلام معا من خلال نشر الوعي والتعليم. إن ثقافة المواطنة العالمية هو المفتاح لفهم كيفية الترابط بيننا، والذي يتم عن طريق تعليم الطلاب في المدرسة واستهداف المجتمع الأوسع من خلال الجمعيات المختصة بالمجتمع والإعلام والأسرة. يساعد ذلك الناس على التفكير بشكل نقدي بالقضايا المحلية والعالمية، ويحفز على تعزيز الشعور بالانتماء إلى الإنسانية المشتركة واحترام الجميع. عندما نكون على وعي عال بقضايا عالمية مثل الأمراض والحروب والفقر والمجاعة، فإن ذلك يؤثر علينا جميعا كأفراد ومجتمعات، ويحفزنا على الاشتراك في حل هذه التحديات العالمية.
عندما نساعد مجتمعاتنا على فهم إمكانية التعلم من بعضنا البعض واحترام الاختلافات في الآراء، فإننا نقوم بتغييرات فعالة في عالمنا. يكون تعليم المواطنة العالمية في أفضل حالاته عندما يسمح المعلمون لطلابهم بالمشاركة في عملية التعلم ويزودونهم بالمواد التعليمية المناسبة، المواد التي تشجع كل من الفتيان والفتيات على المشاركة في حياتهم المدرسية والقيام بأدوار فعالة لضمان احترام الجميع كبشر. وهكذا أود أن أختم درس اليوم بسؤالك: ما الذي يعنيه لك كل هذا؟ هل أنت بالفعل مواطن عالمي؟ إذا كنت ترغب في اكتشاف المزيد حول أي من الموضوعات التي تمت مناقشتها، اضغط على الروابط الموجودة في نهاية هذه الوحدة. وكما هو الحال دائما، تذكر أن تلاحظ ما يحدث في صفك وأن تكون خبيرا في التفكر.